هذا اللي ولادي ربحنا لا يا خي ما كنتيش في اللعبة وانا ما عرفتش لا وانت تقاول بوني لا والو انا وياها بينا انا وياها السلام عليكم قلنا المعقد وباكم عشيبة مع الفيديو على قناة بيناتكم في الفيديو اليوم ما كاين لا الدولة همك ولا محسن ولا تشي واحد شكون كاين قدموا القاعدة شاد زعما غير هما اللي كيطلعوا لنا الفيديو راه ما جايتك مشيت انا لا شفتي ما قلت لك شي اي كتشوف كاميرا صافي كتكمش المهم خوت كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير ما بالاخر هكا نتمنى يكون كلشي بخير متعود صوتي هكا كريمه وعلى مالك خدانا الحدا معاك خلينا نهضر على الطبيعه كنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير باحوال طيبه ان شاء الله ربي واليوم جيناكم فيديو جديد وتحدي جديد من دار عقوستي ضروري دابا تلفوا معنا التحديات يا اما عندي يا اما عند فاطمه الزهراء فحال فحال يعني كل جمعه كما كنجمعونا ان شاء الله الوالده عتقات من هذه التحديات ديالها ماشي ديالها والله الا لا ديالها اخوتي صراحه جبرتونا عرقنا يماها انا بعدا انا ولاله هبطنا لواحد السابع اليوم الجمعه من فيا محمد مقلب هبطنا عند لاله مشينا حضرنا السابع ودابا كملنا هذه الحريره مشاهيناكم ايوا صافي هي هذيك كنا دابا غادي نطلعوا بحالنا محسن ان شاء الله صار مرجعش يطلعنا عندنا ايوا خليك خاف ها خاف ياك ماشي تحدي صدق حتى السياويه وقال لك هو عمل هو غير بيناتكم كما كتشوفوا دابا لاله عطاتنا واحد التحدي عندنا هنا جوج د الطواجن شنو لاله هنايا عندنا في واحد الصالون وعصاج طواجن تقليديين عملات فيهم عشني عملت فيهم قد نخصكم تعرفوا شنو فيهم ياك دابا قال لك عندنا واحد الحاجه من الكوزينه يعني من الماكله وواحد الحاجه يعني ديكور يعني يمكن ديكور يعني كيما بغيتي تعمل هذه حتى الديكور بغيتي تعمل عملها yeah. يا ماشي ديكور بالحق بغيتي تعمل ديكور عملها ديكور واخا دابا غادي نبداو بالحاجه في الكوزينه بدا كريمه غنقولوا اربعه 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 لا بعد خصك تسهل علينا واحد الحاجه يعني الطاجين اللي عم بداو به فين وليد الماكله وفين وليد غير قلتي الديكور ها هي قالتنا هذا الماكله هذا الماكله وهذا الديكور دابا هذا الماكله عم داو كوزين يا عندك الحساب حمص لا واش من فواكه ولا من خضر كلامهم فواكه واش شنو هي لالا النعناع اه غير هضروا ملي تقولوا الصح انا مش نقول لك صح لا غير سهل علينا يعني ماشي سهلنا وماشي واش من التوابل يعني من الاقامه ولا من القاطاني غير سهل علينا يمكن كيكون فيه التوابل يمكن التوابل كيكون فيه التوابل الجوزه كيفاش كيكون فيه التوابل الملاح قلتي ثلاثة دابا لا لا باقي زيد واحدة أخرى كيطيب التوابل يعني ماشي من الخضر مرة ياك ماشي من الفواكه صحتها شوفي يا ونشوفي كاطاجي 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 باقي كنت عارف شي حاجه يلا عيش لا قول قولش معنا ما عرفتش انا ما عرفتش ما وصلت ماشي الفكره صح حنا ما وصلناش انا قلت لكم واحد الحاجه كتكال قلتوا لي على التوابل قلت لكم كيف كيتعدلوا فيهم التوابل كيتعدلوا فيهم التوابل واذا هي ماشي بالتوابل كيتعدلوا فيها التوابل كيتعدلوا فيها علي بايطات لا 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 جمالك خليكم الجبال ولا زيدوا صاحبي زيدوا زيدوا حتى حتشي ليا قالت من الخضر ماشي من الخضر من الفواكه ما عرفتش الزيتون
تهضرش مالك صعبتي علينا سهل اجي قول لي الفجال الفجال بابا قلت له ماشي مخوضه قول قول عمي عبد الله قول معنا اجي قول لي اجي جاوبت ماشي الفجال يا قلبات كل شيء اجي قول لي عرفتي باش قلت لك الفجال بغيتي كان عندها الفجال منزل على النورمية وانا قلت شني هذا وهي هزت ديك الميكا قبعة والو حست فريش بدلاتو اي بس ما سمعتي لا عيالي ما تشوفوش لا خلي ما تعرفش طيب باش تشرح لنا باش تشرح لنا كنعرفش تشرح نص على النبي عليك لا عرفت زي ما عاد تشرح عن شنو قسما بالله غير اجي بيناج والله لا حصلت هالي والله لا شت السابع جبتو خبعته هنايا والله ما ترجمت والله عرفته هذا كيكون في التوابي انا قبيل اجي يلا خلاص شفت اخو باقي ما قلناش هذا الاولاني قول انا ماي لا لا انا ربحت يا اخي ما كنتيش في اللعبه وانا ما عرفتش لا 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 وانت تقاول بوني لا والو والو انا وياها بينا انا وياها اخرج زين لي بغيتي نعملو ديكور عملو ديكورات كاين اللي كينزلو عا ديكور هذيك ساعه واش ما بقاش بلاكسيسوار ماش كيفاش ما بقاش ساعه علينا لا بلاستيك ما جبد من اللوح كاين بلاستيك كاين العطام كاين بزاف د الحاجات قلت المشطه قلت لك قالت لي بغا يخرجوا معاه اللي ما بغاش ما يخرجوش معايا مرايا تليفون اللي بغيت يخرجوا خرجوا انا بيا كيخرجوهم معاه انا قلت لكم فاطمه الزهراء وانه ديك الساعه ما نقول لكم انا نتوما لا غير زعما شي حاجه كيفاش زعما غير شي مويول زعما انا قلت لكم قلت لي واش دلع قلت لكم انا دلع طعام قلت لي بلاستيك قلت لكم كاين بلاستيك كاين دلع طعام كاين كيخرجوهم في الدوم كاين كاكره بزاف بالصعب غورميت دلع طعم هي تعرف ديك الملاكه يلا ما عرفناش يا لالا صعبتي علينا قالت ماشي بالديكور لا اللي بغى يعملو ديكور يعملو يلا اجلا فين مشى ديك الذكاء حاسه السادسه واقفه قطع لك ويلا كان عندك بي ديالك بي ديالك ماشي شغلك وين دلع عملتنا التحدي صعيب صعيب الصراحه انا ما تحاليا حتى شي حاجه بريكا كيستعملوا نساء ورجال يستعملوا نساء يستعملوا رجال البنات اللي بغا عطور شي عطر ولا شي حاجه هي كتقول لك ديكور لا هي قالت لك ماشي ضروري ديكور كيعدلو من الديكور بزاف د الناس كيعملو ديكور بزاف منهم كيعملو ديكور صافي ما خرجش روحها كريمة لا باقي كريمة اه الله ينعل والديك لا وانا صعبت لينا جبت ايمن لستي تصبح ولا لا دابا دخلنا عليك هذا كيخرجوها معاه العاب ديالك كيخرجوا معاه دابا دابا
باقيل دابا كيعملوا دائما السبعه الراجل ماشي للجامع وتصبح تجيب ديالو ولا في عمره ولا لا قلنا اذا بغيتوا تذكروا الله علاش انا قلت لك غادي تذكر الله على الساعه الحيله قلت لك هاد ما تصبح دابا دابا بقات كيستعملوا حتى البنات كاين البنات كيصبحوا شتينا لا لا شتينا لا مالو لا ما رشيتكم ابي عبد الله جا كي زعما التسبيح البنات والرجال على كيتعلق الطوموبيلات كيكون معلق الاكثريه كيكون عندهم الطوموبيلات معلق كاين في الديور الذكاء والشاء واحد الوالده الله يرحمها حبيبي الله يرحمها ولادها الرحمه الجزائريه باللي تعطي الضو كانت عندي تشوبه د عمران هيداك كتعطي الضو والله الا ضحكنا الصراحه بعدين هادو بداو كيحكوا انا حضرت نصبر والله الا صح تقول لك ديكور ديكور هادو صراحه ما جاتنيش على بالي يعني التسبيحه غيكون ديكور كيعلقوا كيعلقوا لا 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 غشيتينا هذا ما كيعملوش ديكور لا 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 شحال من واحد كيعلقوا قالت كاين ملخاش كاين ملخاش لا 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 اسمح لي قلت العطر والبلاستيك ما قلتش شي حاجه ما عرفتش سمعت البلاستيك خد صافي من الكوزينه ولا شي حاجه الله يلا ايوا ايوا بصحتكم هذا ما عطى الله يجوا معايا ان شاء الله يعيشنا وحيانا الله المهم خوتي اليوم تشوفوني بوحديتي المهم محمد مريض مسكين الله يشافيه طلبوا له شي ما بغاش يبان انا خوتي شحال نعمل المهم مالينا تبعي بعثتكم تقبيلات لي بالبندير كان بلا ما نقول لكم ناشط ما انتهي ام دردع قصتي ان عندكم كم من بكم متتابعين ديالنا اللي كيتبعونا واللي كيحماقوا علينا حتى حنايا كنحماقوا لكم وكنموتوا فيكم وانا غادي نصرفكم التحيه ديالنا لكم اي التحيه من عند قصتي للمتتبعين ديالنا كاملين المهم واحدة السيده طلبت مني ساره دوسه ساره دوسة سارة ديديكاس سارة ومريم ومحمد ووسيمة وروضة وزينب وبيضة وتيمة كنحماقوا عليكم حتى حنا كنحماقوا عليكم وبقيت كنتاكد من الاسماء تحيه للكتاكيت ديالنا ربي يحفظهم وينجيهم كاملين بيهم من هنا حتى عندكم واحد ديديكاس سميرة الواد كنبغيكم بزاف الواد كنبغيكم بزاف كنتمنى ديروا لي ديديكاس ديديكاس ديالنا اختي سميرة من عندنا حتى عندك كنبغيوكم وشكرا بزاف واخا ديديكاس ناقص بلا يويا المهم قبلوا وصافي شي ديديكاس المنورين معكم انوار من الرباط تحيه ليك خي انوار ديديكاس ديالك اسماء اسي ا سي دي ا سي دي دير لي شي ديديكاس قهرتني الغربه دعيو معانا تفتح الديوانه الله يسهل عليك والله يسهل على الجميع ان شاء الله يا ربي اختي اسماء الله يسهل عليك في مدريد وهنايا عندنا واحد ديديكاس لخوكم ياسين بوحسينه من اسبانيا تحيه ياسين بوحسينه من اسبانيا تحيه المتتبعين ديالنا كاملين فين ما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تحيه لكم كاملين من القلب كنبغيكم كنحماقوا عليكم وديما يا وياو المهم شكرا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو والى عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك والتعاليق المزينه ديالكم والسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله يا ربي